المحاور الأساسية للفيديو، يعني المحاور التي سنتطرق إليها في هذا الفيديو. إذا المحاور الأساسية لهذا الفيديو هي: أولا نبدأ حول العملة الرقمية، ثانيا مقارنة العملة الورقية والعملة الرقمية، ثالثا تعريف تشفير العملة، رابعا ما هي العملة المشفرة، خامسا ماذا تعني اللامركزية، اللامركزية بالنسبة للعملة المشفرة، سادسا ما هو البلوكشين، يعني تعريف البلوكشين، سابعا كيف تتم العمليات في البلوكشين، ثامنا ما هو مخطط العملة، تاسعا خصائص الشموع الخضراء، عاشرا خصائص الشموع الحمراء، 11 ما هي الشموع الأساسية، 12 ماذا يجب عليك قبل عملية التداول، ماذا يجب عليك معرفته قبل عملية التداول، 13 كيف تشتري وتبيع في منصات التداول. إذن هذوما المحاور التي سنتطرق إليها في هذا الفيديو. سنتطرق الآن إلى نبذة عن العملة الرقمية، يعني تاريخ العملة الرقمية، كيف بدأت العملة الرقمية. إذن ظهرت العملة الرقمية في عام 2009 مع إنشاء أول عملة مشفرة وهي البيتكوين. اعتبر بيتكوين في ذلك الوقت من قبل العديد من المحللين والجهات الفاعلة في العالم المالي مجرد بدعة. اتفق الجميع على أن هذا لم يكن سوى إنشاء نقود إلكترونية وبعيدا عن متناول المؤسسات التقليدية. استجابت لأزمة الرهن العقاري في عام 2008 التي أثرت بقوة على اقتصادات العالم، وسرعان ما أنشأت بيتكوين نفسها كعملة بديلة كاملة. علاوة على ذلك، فإنه إلى جانب العملة اللامركزية البسيطة التي تشكلت في البداية، برزت بفضل الابتكار التكنولوجي الرئيسي الذي تقوم عليه تكنولوجيا البلوكشين. ومنذ ذلك الحين لاحظنا جنونا متزايدا للعملات المشفرة، مما أدى إلى إنشاء عدد كبير من العملات البديلة استنادا إلى مبدأ بلوكشين. في الوقت الحاضر أصبح من المستحيل الهروب من العملات المشفرة في مجال التمويل، وقد سمع الجميع عن بيتكوين، الريبل، بيتكوين، إيثيريوم. إذن الآن سنقوم بمقارنة بين العملة الورقية والعملة الرقمية. إذن بالنسبة للحالة، حالة العملة الرقمية أنها ملموسة، يعني نلمسها، في حين العملة الرقمية غير ملموسة. بالنسبة لمكان التداول، العملة الورقية يتم تداولها في البورصة، في حين العملة الرقمية في المنصة. بالنسبة لفترة التداول، العملة الورقية يتم تداولها في البورصات من الاثنين إلى الجمعة وتوقف أيام الأعياد، في حين العملة الرقمية يتم تداولها طيلة أيام الأسبوع و24 ساعة على 24. بالنسبة لعملية البيع والشراء، بالنسبة للعملة الورقية يمكننا في اتجاهين، يمكن الشراء ثم البيع، يعني أن نربح من عملية الشراء ثم البيع،
أو العكس، نبيع ثم نشتري. هذه العملية فيها، هي الأخرى فيها الربح، في حين العملة الرقمية في اتجاه واحد، يعني أننا نشتري العملة الرقمية ثم نبيعها. بالنسبة للبلوكشين، العملة الورقية لا تعتمد على البلوكشين، في حين العملة الرقمية تعتمد على نظام البلوكشين. بالنسبة للتقنين، العملة الورقية مقننة، في حين العملة الرقمية في طور التقنين، يعني لا زالت لم تقنن بعد، هي الآن في طور التقنين. إذن تعريف التشفير أو تعريف تشفير العملة، العملة الافتراضية على عكس الأوراق النقدية والعملات المعدنية، فإن هذا النوع من العملات ليس له شكل مادي، يعني شكل مادي ليس له شكل مادي غير ملموس، ومع ذلك يمكن استخدامه بنفس طريقة استخدام أي عملة أخرى، استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والمعاملات المالية وغيرها. يمثل المصطلح نظير إلى نظير نوع نموذج شبكة الكمبيوتر المستخدمة، نموذج شبكة الكمبيوتر الكلاسيكية، وهو نموذج خادم العميل، حيث يوجد خادم واحد على الأقل إن لم يكن أكثر، والذي يرسل البيانات إلى العملاء المختلفين الموجودين في حالة شبكة نظير إلى نظير. يكون العملاء أيضا خوادم، وهذا يعني أن كل عميل يرسل أيضا بيانات إلى الآخرين. ولكن ما هي العملة المشفرة؟ يعني هذا المصطلح أن البيانات لا تمر عبر خادم وسيط عندما يرسل عميل ما البيانات إلى آخر. ويأتي مصطلح التشفير للعملات المشفرة من مبدأ أنها عملة مشفرة لا يمكن استخدامها إلا من قبل الشخص الذي يحملها في الواقع. يمكن فقط للشخص الذي يحمل رمز فك التشفير استخدام العملة المشفرة، ويكون رمز فك التشفير كلمة مرور أو بصمة أو أي نوع آخر من الحماية. إذن ماذا تعني اللامركزية؟ إذن العملة المشفرة هي عملة افتراضية تعتمد على نظام لامركزي، ويتم تبادلها عبر محافظ إلكترونية، يتم الاحتفاظ بها عبر التطبيقات أو مواقع الويب أو منصات التبادل، وتتم عملية التبادل الند للند، بما يعني أنه لا يوجد وسيط خلال التبادلات. وتعتمد كل عملة مشفرة على تقنية تتيح تأمين المعاملات من خلال تسجيل معلومات أكثر أو أقل بين الزملاء الذين يقومون بالتبادل. أحد خصائص العملات المشفرة هو أنها عملات لا مركزية، بمعنى أنها لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية، على عكس العملات الورقية التقليدية التي تخضع لسيطرة البنوك المركزية مثل FED للدولار الأمريكي، أو البنك المركزي الأوروبي ECB لليورو. إذن ما هو البلوكشين؟ إذن البلوكشين هي تقنية تسمح بتخزين معلومات ونقلها بطريقة شفافة وآمنة، ودون وجود هيئة تحكم مركزية
فهو يبدو كأنه قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على تاريخ جميع عملية التبادل التي تمت بين مستخدميها منذ إنشائها. ويمكن استخدام البلوكشين في عدة مجالات، منها مجال لنقل الأصول أو النقود، الأوراق المالية والأسهم وما إلى ذلك، ومن أجل تحسين تتبع الأصول والمنتجات ولتنفيذ العقود تلقائيا. الميزة الرائعة التي يتميز بها البلوكشين هي هندستها اللامركزية، بمعنى أنها لا تستضيف خادم واحد بل جزءا من المستخدمين، ولا يوجد وسيط حتى يتسنى للجميع التحقق من صحة السلسلة بنفسه، العقود مثلا الأسهم إلى آخره، فهي محمية من خلال عملية التشفير التي تمنع المستخدمين من تعديلها بعد وقوعها. إذن على بركة الله سنتعرف على كيف تتم العمليات في البلوكشين، يعني كيف تتم العمليات على مستوى البلوكشين. إذن هنا نشرح كيف تتم العمليات في البلوكشين. في المرحلة الأولى A يقوم بعملية تحويل إلى B، تحويل أموال أو أسهم أو إلى غير ذلك. في المرحلة الثانية جميع التحويلات تجمع في بلوك على شكل بلوك، يعني هناك عدد كبير من التحويلات تتجمع كلها في شكل بلوك ويصطلح عليه بلوك. ثم المرحلة الثالثة تتم المصادقة على البلوك بعقد الشبكة بواسطة تقنية التشفير، يعني التحويلات التي تمت أو التحويل الذي تم يتم المصادقة عليه في المرحلة الثالثة هنا بواسطة عقد الشبكة وبواسطة تقنية التشفير، يعني لا يمكن اختراقها. بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة هو تأريخ البلوك، يعني هذا البلوك الذي تمت فيه تجميع التحويلات يتم وضع تاريخ له وإضافته إلى شبكة البلوكات، يعني هنا نتكلم على البلوكشين، يعني هنا يتم تحويل بلوك إلى إضافته إلى باقي البلوكات وتسمى العملية البلوكشين. بعد ذلك يتم بي يتلقى التحويل من أ، هذه هي العمليات التي تتم في شبكة البلوكشين، ولكنها تتم بسرعة ليس بهذا، هي تتم في أسرع وقت. إذن ما هو مخطط العملة، يعني المخطط الذي نتعرف به على تحولات العملة، يعني أسعار العملة. إذن هذا المخطط هو الأكثر استعمالا لدى المتداولين بحيث تبلغ نسبة تداولي أو استعمالي أزيد من 90%. وهذا المخطط يتميز بشموع حمراء وشموع خضراء تسمى الشموع اليابانية، الشموع الخضراء والشموع الحمراء. وما يميز هذا المخطط أن كل شمعة تدل على عدة خصائص أو عدة مميزات. يمكن أن نجد في هذا المخطط مطرقة أو شمعة فيليوم أو دوجي وغيرها من الشموع، وكل هذه الشموع الرئيسية تدل على إما زيادة السعر أو نزول السعر. ولهذا في عملية التداول قبل بدء أي عملية للتداول لا بد من قراءة هذا المخطط قراءة جيدة ومتأنية.
ما هي خصائص الشموع الخضراء؟ إذن هنا سنتعرف على خصائص الشموع الخضراء. تتميز الشموع الخضراء بسعر الافتتاح، سعر الإغلاق، الجسم، ثم الظل. سعر الافتتاح يكون في أسفل الشمع هنا، يعني السعر الذي تبدأ به الشمع هنا. أما سعر الإغلاق هو السعر الذي تتم فيه إغلاق الشمع. الجسم وهذا الذي يتكون ما بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، هنا يتكون الجسم، وهناك ظل في الأعلى ثم ظل في الأسفل. ما يميز الشموع الخضراء أنها تبدأ بسعر منخفض، يعني سعر الافتتاح يكون سعر منخفض، ثم ترتفع ليتم إغلاق الشمعة على سعر مرتفع. يعني دائما الشموع الخضراء يكون فيها السعر في حالة تزايد. إذن بالنسبة للظل، بالنسبة للشموع الخضراء يمكن أن نجد ظل في الأعلى وظل في الأسفل، ويمكن أن نجد فقط ظل في الأعلى أو ظل في الأسفل أو لا وجود للظل. إذن الظل هنا يعبر على أن السعر بالنسبة للأسفل، السعر نزل إلى هذا الحد ثم ارتفع بسرعة إلى هنا تاركا وراءه الظل، ما يسمى بالظل. وكذلك في الأعلى، يعني أن السعر ارتفع إلى هذا الحد ثم نزل بسرعة إلى هنا تاركا وراءه الظل. والظل هو بصفة عامة هو حركة السعر في الأعلى والأسفل خلال تكون الشمع، لأن هذا تحرك السعر هنا ثم هنا خلال في فترة تكون الشمعة يمكن أن يظهر لنا سعر مرتفع جدا أو سعر منخفض جدا. إذا ما هي خصائص الشموع الحمراء؟ بالنسبة للشموع الحمراء هي نفس خصائص الشموع الخضراء مع اختلاف طفيف. من بين خصائص الشموع الحمراء كذلك سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، الجسم، ثم الظل. وهنا سعر الإغلاق في الأسفل، في أسفل الشمع. أما سعر الافتتاح فهو في أعلى الشمع، يعني الشمعة تبدأ من الأعلى إلى الأسفل. والجسم كذلك، وهذا الذي يتكون ما بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. والظل كذلك، هنا ظل في الأعلى ثم ظل في الأسفل. ما يميز الشموع الحمراء أنها تبدأ بسعر مرتفع، يعني سعر الافتتاح يكون سعر مرتفع، لكن سعر الإغلاق تغلق الشمعة على سعر منخفض. وبالتالي فما يميز الشموع الحمراء أن السعر يكون في حالة تناقص، يعني ينزل السعر عندما تكون الشمعة حمراء. نفس الشيء بالنسبة للظل الشموع الحمراء، نجد ظل في الأسفل وظل في أعلى الشمعة، ويمكن أن لا نجد لا ظل في الأسفل ولا أعلى الشمعة، أو نجد ظل فقط في الأسفل أو ظل في أعلى الشمعة فقط. الظل هنا بالنسبة للشموع الحمراء يدل أن السعر نزل إلى هذا الحد ثم ارتفع بسرعة إلى هنا
تاركا وراءه الظل. كذلك في الأعلى أنه ارتفع إلى هنا ثم نزل بسرعة إلى هنا تاركا وراءه الظل. الظل هو كالشموع الخضراء، يعني هو تكون، هو حركة السعر في الأسفل والأعلى خلال تكون الشمع، يعني خلال تكون الشمع الحمراء يمكن أن ينزل السعر بسرعة إلى هنا أو يرتفع إلى هنا ثم يستقر خلال تكون الشمع كون لنا جسم ما يسمى بالجسم. هنا نتعرف على المطرقة، المطرقة المعكوسة والشمعة في اليوم. المطرقة هي على هذا الشكل، المطرقة المعكوسة على هذا الشكل، لون لا يوم، لون ممكن أن نجد مطرقة حمراء كما تلاحظون هنا في هذا المخطط. نلاحظ هنا في أسفل هناك مطرقة، تلاحظوا بعد المطرقة بدأ السعر في التزايد ثم استقر شيئا ما ثم ارتفع بشكل كبير ليصل إلى هذا المستوى. إذن هنا تلاحظ المطرقة، عندما نلاحظ مطرقة فهذا يدل على ارتفاع السعر. كما تلاحظوا في هذا المخطط هناك، هنا السعر تم في الارتفاع، ارتفع إلى مستوى إلى هنا ثم نزل قليلا ثم صعد، وهنا تلاحظون الشمعة في اليوم. لاحظوا أن بعد الشمعة في اليوم السعر نزل، كما تلاحظون السعر نزل، يعني كلما رأينا الشمعة في اليوم فالسعر بعدها ينزل. ممكن أن يصعد بشمعة أو شمعتين لكن لا محالة أنه ينزل إلى سعر أدنى. كما تلاحظون في هذا المخطط تلاحظوا تزايد السعر، لكن ملاحظ هنا دوجي. إذن بعد هذا الدوجي هناك كنلاحظوا أنه ارتفع السعر إلى هذا المستوى ثم بدأ في النزول، وبالتالي الدوجي بعد الدوجي أن السعر يبدأ في النزول. إذا كان الدوجي في الأعلى فهو يدل على نزول السعر، أما إن كان في الأسفل فهو يدل على ارتفاع السعر. إذا ما هي الشموع الأساسية، يعني الشموع التي نعتمد عليها في التداول أو التي نستعملها كثيرا في عمليات التداول؟ إذا الشموع الأساسية التي نتعامل بها أكثر هي المطرقة. مثلا هنا مطرقة ممكن أن تجدها على هذا الشكل أو شكل مقلوب الأعلى، ولكن تكون في أسفل المخطط، تكون في أسفل. بالنسبة للون لا يهم اللون، سواء كانت مطرقة حمراء أو مطرقة خضراء. إذا هناك مطرقة على هذا الشكل أو مطرقة معكوسة إلى الأعلى. نجد كذلك شمعات فيليون، هذه الشمعات فيليون تكون في أعلى المخطط. عندما تلاحظ هذه الشمعة فهي تكون غالبا في أعلى المخطط. هنا نجد الشمعة دوجي، دوجي كذلك ممكن أن تكون في أسفل المخطط أو في أعلى المخطط. بالنسبة للمطرقة كما رأينا تدل على زيادة في السعر، يعني ارتفاع السعر. الشمعة في اليوم تدل على نزول السعر، دوجي في الأعلى نزول تدل على نزول السعر، لكنها في الأسفل تدل على صعود السعر.
ماذا يجب عليك أن تعرفه قبل عملية التداول؟ قبل البدء في عملية التداول، يجب عليك أولا اختيار زوج العملة. إما مثلا تختار، هناك عدة أزواج عملة، هناك الإيثيريوم، بيتكوين، الريبل، بيتكوين USD، إلى غير ذلك من العملات أو زوج العملات. يعني تختار زوج المناسب للتداول، مثلها مثل العملات الورقية، هناك الدولار والأورو، الدولار والفرنك، إلى غير ذلك من أزواج العملات. ثانيا، قراءة مخطط العملة والاطلاع على التحليل التقني. يعني يجب أن تقرأ جيدا مخطط العملة. مثلا هنا كتلاحظوا، يعني يجب علينا قراءة المخطط، هل هو شكل تنازلي؟ هل هناك شمعة من الشموع الأساسية التي تدل على أنه سيصعد السعر، أم أن السعر لا زال في حالة نزول؟ المخططات كلها على شكل زوج لعملة، لا يمكن أن نجد عملة فردية لها مخطط، لا بد من عملة ثانية مرجعية تكون مرجعية أساس لتلك العملة. إذن قراءة مخطط، قلنا قراءة مخطط العملة والاطلاع على التحليل التقني، الاطلاع على الأخبار الاقتصادية والسياسية حين يتم تقنين العملة الرقمية. يعني ضروري الاطلاع على الأخبار الاقتصادية لأنها تؤثر كثيرا في سعر العملة، السعر ينزل أو يرتفع، وكذلك الأخبار السياسية. لكن هذا عندما يتم تقنين العملة الرقمية، عندما تصبح مقننة، فإن الأخبار الاقتصادية والسياسية ستكون مؤثرة جدا في سعر العملات الرقمية. رابعا، البدء برصيد صغير للمبتدئين، وعندما تطور مهاراتك تزيد في الرصيد. هنا بالنسبة للمبتدئين يمكنهم أن يبدأوا بسعر صغير حتى يتدربوا، ثم يبدأون في زيادة رصيدهم للتداول. ندخل الآن إلى المنصة لترون مثالا بسيطا عن عملية التداول في العملات الرقمية. إذن هنا منصة للتداول العملات الرقمية. مثلا هنا اخترنا بيتكوين كاش، نشتريه بالبيتكوين. إذن هنا سعر البيع، هنا سعر البيع، وهنا سعر الشراء. كما تلاحظوا أسعار البيع، سعر البيع هنا 0.053517، لكن سعر الشراء هو 33.0033477 حاليا، لكن لا يتغير كما تلاحظوا، دائما في تغير. إذن مثلا نشتري 5 بيتكوين كاش بسعر، سعر البيع مثلا حاليا هو، إذا أردنا أن نشتري بسرعة نأخذ على سعر البيع، أما إذا أردنا أن نشتري حسب الرغبة أو أن السعر سينزل شيئا ما، سنأخذ سعرا منخفضا إلى هذا الحد. إذا أردنا نشتري بسرعة نأخذ على سعر للبيع. إذن هنا مثلا نأخذ
سعر 0.03336.49 هنا 9 يعني أعلى، وهنا 0.03388. أخذنا سعر الشراء، لكن يمكن أن نغيرها على هذا الشكل، لأن نأخذ السعر الذي هو على الشاشة 33.48 ثم نشتري. هنا العملية تمر بسرعة، كذلك عملية البيع. أردنا أن نبيع هذه 5، نبيعها بالسعر الذي طلبت الشراء هي على يسار هنا. يعني مثلا كنا قد اشتريناها 33.0033.48 وأردنا أن نبيعها مثلا بسعر مثلا 0.033.60 مثلا. نأخذ هنا ونقوم بعملية البيع. عندما يصل السعر إلى 0.03360 تمر عملية البيع الأوتوماتيكية. كذلك نفس الشيء بالنسبة لعملية الشراء. هناك كما تلاحظوا أنا ممكن أن أشتري أقل سعر، يعني 0.033 مثلا 33 مثلا 42، وأقوم بعملية الشراء ثم أنتظر حتى تحضر. هي نزلت إلى 0.03345. عندما ينزل إلى لحظة هي نزلت إلى 41، يعني سيتم أوتوماتيكيا الشراء. يعني أنا أقوم بعملية الشراء، بعد ذلك عندما يصل السعر إلى ذلك الحد ليميت، أو يقول الحد الذي وضعته في عملية الشراء، تتم عملية الشراء الأوتوماتيكية، وكذلك عملية البيع الأوتوماتيكية. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك ليصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.